الأول ماما تيجي تقولي إن الراجل ده تبع شريف، ودلوقتي شريف يبعتلي آية عشان تقولي إن الراجل ده تبع ماما. وبعدين بعد ما شريف كان هيموت ويخليني أنزل أتنازل لماما عن كل حاجة في شهر عقاري، بعتلي برضو آية دلوقتي عشان تقولي ما تعمليش كده. أنت فاهم حاجة؟ أنا هتجنن. بعد الشر عليك من جنان يا حبيبتي. بس هو ليه لازم يكون تبع حد فيهم؟ يعني إيه؟ يعني ممكن يكون تبع نفسه، وانت عارف النصابين كتير. ممكن يكون واحد شم ريحة الميراث وان باباكي كاتب لك كل حاجة، فحب يخش يلعب جيم كده ويجرب حظه. يا صابتي خابت. لا ما اعتقدش. النصابين انا بشمهم، بعرفهم من على بعد 100 كيلو، بيبقوا مدردحين كده وعارفين هم عايزين يعملوا ايه. الراجل ده لو شفته ده في الضياع الاليم. ده مزقوق، حد قايل له يعمل ايه؟ وبعدين ماما كانت قالت لي انها بعتت وراه السكيورتي بتاع المدرسه وشافه وهو خارج من عند الشريف، او كان داخل حاجه زي كده مش فاكره. لا يبقى الشريف ده بيستعبط.